السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي من قناة دحوم فور كارز، وتشرف أخواني الكرام بمتابعة قناتي والاشتراك فيها، ولا تنسون ضغط زر التنبيه. تغطيتنا اليوم عن تويوتا لاند كروزر جي اكس ار 2020 وارد البريم بمحرك ديزل 8 سلندر توان تيربو. سعر السيارة 228,000 ريال، مع العلم أن السعر لا يشمل الضريبة ولا يشمل التسجيل. بناخذ جولة سريعة على السيارة وبعدين نتكلم عن أهم المواصفات وأهم المزايا. تويوتا لاند كروزر سيارة اس يو في من تويوتا، طبعا أحد أهم طرازات تويوتا وأكثر طراز يعني تويوتا حريصة عليه وعلى سمعته، يعني مفخرة تويوتا حتى أنه مفخرة اليابان بشكل عام. تويوتا لاند كروزر طبعا سيارة اس يو في اوف رود، سيارة دفع رباعي اعتمادية بالكامل. طبعا هذه فئة أو يسمونها يعني فئة الميتين لاند كروزر، أنا جدد فئات. طبعا عندنا اللاند كروزر الربع، الشاص، عندنا البرادو، والواجن اللي هو الستيشن، له كثير أسماء، اللي هو يجي طبعا جي اكس ار في اكس ار جي اكس، يسمونه 200 200 لاند كروزر 200. طبعا هذه ورد مواصفات سعود بهوان موديل 2020، طبعا اقل من فئه الجراند تورينج اللي تجي بورد عبد اللطيف جميل، لكنها اعلى من فئه التو اللي تجي بورد شركه عبد اللطيف جميل. فيعني مثلا والله اعطى رقم بنعطيه 2.5، مو بجكسار 3 ولا جكسار 2. عموما اخوان الكرام، نتكلم عن مواصفات السياره. المحرك الفي 8 4.5 8 سلندر توين تيربو، طبعا ديزل، حدود 230 حصان تقريبا، بجير اوتوماتيك، 6 سرعات توب ترونيك، ونظام دفع رباعي دبل خفيف، طبعا دبل ثقيل، وعندنا نظام الزحف ونظام الالتفاف 360 درجه. نبدا بالمواصفات الخارجيه للسياره. طبعا اول شيء نتكلم عن البودي كت اللي موجود على الصدام الامامي، وبرضه عندنا على الصدام الخلفي عندنا فتحه سقف موجوده بالسياره. طبعا هذا بودي كت اللي خاص بالبرايمين، تلقون على شعار لاند كروزر، وفي شفه اماميه ملاحظينها. عندنا حساسات بالزوايا ثنتين، كشافات ضباب LED، غسيل انوار اماميه، النور الواطي زينون العالي هيلوجين، اناره LED زي ما تلاحظون. جنود السياره تجي بمقاس 18 انش، طبعا دائما نلاحظ ب 18 انش كفراتها تجي يوكوهاما، على عكس البنزين يجي دلوب طبعا بالديزل، ان 18 انش بالديزل يوكوهاما، في البنزين دلوب. طبعا 18 انش زي ما تلاحظون، خلينا نتكلم عن مقاس الكفر. بسم الله، 285 60 18، حتى داسته مختلفة صراحة، تلاحظها على طول في الديزل، داسة الكفر مختلفة. متعودين دائما تويوتا لاند كروزر كفراتها دلوب، جميع طرازات اللاند كروزر اف جي برادو دلوب. عموما عندنا الاشارات بالمراية المتحركة اللي تجي وارد البريم زي ما تلاحظون، وطاية جانبية، ازياق كروم جانبية على الابواب، حنايا العفش حقت الليكزس، طبعا هذه اضافية من وارد البريم بس يسمونها حقت الليكزس بحكم انها نفس طريقه الاكزس. الحين ننتقل الى الخلف، عندنا جناح خلفي طبعا برضو في تطعيمه بالكروم، هذا برضو خاص بورد البريم. البودي كت الخلفي اللي تكلمت لكم عنه، فيها بودي كت امامي وبودي كت خلفي، وجود 4 حساسات خلفيه مع هوك. هذه السياره من خلف، اناره LED، شعار طبعا جي اكس ار في 8 علامه تويوتا، شنطه عاديه ما هي كهربائيه زي فئه جراند تورينج. طبعا بتكلم وش فروقات عن جي اكس ار 2، لان جي اكس ار 2 سعر حدود 222 223 الف ريال تقريبا وارد عبد اللطيف جميل. فبتكلم وش الفروقات هنا يوم تدفع مثلا 5000 6000، وش اللي بتحصل عليه زياده عن وارد عبد اللطيف جميل. عندنا منفذ طاقه، طبعا ما فيها موتور هواء، ما فيها شيء، ما فيها تجهيزات. بسم الله، نروح لصرفية الديزل، بطاقة الوقود، طبعا سعة خزان الوقود 138 لتر ديزل تشيل، صرفيتها كل لتر ديزل تمشيك 11.6 كيلو، تقييم سيارة جيد جدا. طبعا زي ما تلاحظون هذه فئة 200 سيريس. خلينا نتكلم عن أول شيء مفاتيح السيارة. السيارة دخول ذكي، تشغيل ذكي، طبعا من منفذ السائق والراكب دخول ذكي، بمجرد تلمس الباب يفتح لك.
لاحظ أن مفاتيح السيارة هذه، السيارة طبعا فيها نقص تشغيل عن بعد عشان تكونوا بالصورة عن الجراند تورينج، لكن الجكسار 2 بالديزل ما في تشغيل عن بعد. فيعني هذه خيار أفضل إذا مثلا تبحث عن شيء أفضل من التو، هذه خيار أفضل من التو كزيادة مواصفات. مقعدها قماش، عفوا مخمل، ما هي قماش، لاند كروزر يجي مخمل. كرسي السائق كهربائي، طبعا الراكب يجي يدوي. هنا صف الأمام، طبعا هذه السيارة 8 ركاب التويوتا لاند كروزر، 2 في الأمام 3 في الخلف، 3 في الوسط 3 في الخلف. هذه من الخلف، من الوسط. طبعا هنا فتحات تكييف خلفية تابعة للمكيف الأمامي، التحكم بالمكيف الخلفي جاي هنا. هذا هو المكيف الخلفي، 4 فتحات بالسقف. الصف الثالث هذا هو، لاحظونه. عندهم حاملة أكواب ما شاء الله. حزام الأمان فوق حق الوسط. تفتقد إلى التكاية بالوسط، إلى شاشة الدي في دي. طبعا شاشة الدي في دي الحين أنت حتى إذا تبي تركب شاشة ما راح تركب الدي في دي فوق، تركب شاشات زي حقة الليكزس. عندك هنا منفذ طاقة، وعندك منفذ يو اس بي، ويو اس بي منفذ يو اس بي وتايب سي حق البرايم اللي يضيفه، هذا هو موجود هنا. وضعك في السليم يعني. طبعا تويوتا لاند كروزر سيارة يابانية، تجميع ياباني. إلى الآن اليابان حريصة أن تجمع، طبعا يجي عنده في أسواقنا أن يكون من عندهم يعني. بسم الله، قاعد أضبط المرتبة عشان آخذ راحتي شوي في المواصفات. بسم الله، الآن أنا داخل السيارة. عموما بعدل مكان السيارة عشان الكاميرا ضاربة في الشمس ضاربة في الكاميرا. عدلت السيارة، الحين الشمس خلفي. عموما نتكلم من وسط السيارة الداخلية، عندنا فورميكا التخشيب اللي موجود على الأبواب، على الدركسون وعلى الطبلون برضو. تلاحظون الخط بادي من هنا وماشي لين هناك على جميع الأبواب. طبعا التخشيب الفورميكا. زجاج كهربائي اوتو لمسه واحده، مرايه كهربائيه بخاصيه الطير اوتوماتيكي، نطفي ارباقات وشغلها من هنا الجانبيه الله لا يحجنا لها، وتحكم في مستوى الاناره الخارجيه، غسيل الانوار الاماميه، الحساسات طبعا نطفي ونشغلها من هنا. هذا دركسون بشكل رباعي مكسوب الجلد، تحكم بالنظام الصوتي، عندنا هنا بلوتوث، مثبت السرعه، عداد السياره، الار بي ام، السرعه، البطاريه، الزيت، الحراره، وتنك البنزين. اكيد تفتقد الى عداد الرحلات بحكم انها ما هي فئه جراند تورينج، جراند تورينج هي اللي تيجي فيها عداد رحلات. ننتقل للشاشه، طبعا هذه شاشه اضافيه من البرايمي نفسه، نبي نشوف ايش فيها مزايا. طبعا تقدر تركب عليها اندرويد حسب علمي. لحظه، بليز سكان ديفايس يور فون، مدري ايش عشان يثبت. هذا حق ربط الجوال، نبي نقلبها نشوف عربي. طبعا للاسف اللي حسيت انه ما هي نافيجيشن، ما هي نافيجيشن صراحة، أنا مستغرب مع أن فيها قبلة. لحظة، طيب كيف قبلة وما هي بشغالة؟ الكعبة طبعا يقول لك 800 كيلو، الظاهر خط مستقيم يعني عشان توصل مكة. هذه هي، ما فيها نافيجيشن. طبعا كاميرا خلفية، هذه طبعا يوم تنزل تحط ريوس تنزل معك المرايه، وهذه حركه حلوه. فعموما يعني بالاول الاخير يمكن انت بتغيرها، تركب واحده نافيجيشن، واذا ما انت مهتم بالنافيجيشن تقدر تربطها من جوالك. طبعا حاليا الفكره الجديده كلها انك قاعد تستخدم الجوال، تربط الجوال بالشاشه عشان اصلا يوم يرسلك واحد لوكيشن ان تفتح من الجوال، فعن طريق الشاشه هذه توصلك يعني. مختصره، المكيف لمس تحكم منفصل بين الساق والراكب، زر التشغيل الذكي، طبعا هذا اللي يرفع الار بي ام حق الديزل. عندنا هنا مساحه تخزين مع منفذ طاقه، منفذ يو اس بي، منفذ يو اكس. عندنا الجير اوتوماتيك من 6 سرعات توب ترونيك، طبعا الجير اوتوماتيك 6 سرعات توب ترونيك. عندنا الباور، نظام الجار، التراكشن، توزيع القوى، الدبل الثقيل، نظام الزحف هنا، نظام الالتفاف 360 درجة. نتكلم عن سيارة دفع رباعي حقيقي، يعني سيارة ما هي مثلا لا دفع رباعي والله حاطين عشان تمشي خفيف. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ما عندها هذه السيارة. هذه السيارة لو تبيها متحدية الربع الخالي ركب لها كفرات حجرية وارفعها شوي، ركب لها ونش. وإذا أنت سواق ما شاء الله ما عاد يردك إلا ما عاد يردك شيء، خلاص
تمشي سيارة تقطع فيها كل مكان. فهذه فكرة اللاند كروزر، لأن هي أصلا هي عابرة الأرض أو قاهرة يعني التضاريس إلى آخره، قاهرة الصحراء. فطبعا أكيد في واحد بيجيني يقول لي يا أخي شوف هذه صورة لاند كروزر مغير، يا أخي السواق يا أخي وش يسوي لك؟ السواق ما يعرف يسوق، والله تعطي طيارة بيغرس فيها يعني. عموما حمتك وابد اثنين مع مساحة، طبعا عفوا مو مساحة تخزين، هذه غطى الهاند بريك حق السيارة، هذه التكاية طبعا فيها مساحة تخزين. وأكيد الشيء الجميل اللي في اللاند كروزر الثلاجة الحلوة اللي تيجي مفصولة عن المكيف، شوفوا خلاص شغلتها تبرد بدون ما يشتغل المكيف، هذه أحلى حاجة. يعني درجة أن الفكسار حقي ال 99 يا أخي ما صراحة مرة يجي في خاطري يبيع مرة، يا أخي أقول وش دي السيارة اللي بالمواصفات هذه وبالقيمة هذه وبالعملية هذه، مع أنه 99. مراية الداخلية تعتيم طبعا، ونلاحظ فيها بوصلة، أنوار السقف هليجينية، هنا بيت النظارة، الشماسات فيها مراية مع إنارة. وهذه أبرز المواصفات حق السيارة. مواصفات الأمن والسلامة، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أخوي الصغير الحين ريان الله يصلحه، يبغى أجيب له شيء سوني ولا أجيب له ولا حالة طاقته، فخليني صمت الجوال وأنا أعتذر. طبعا أنا ما أحب صراحة أن أقطع الأشياء هذه، يعني الواحد يحكي أو يسالف عن اللي يصير له. عموما خلينا نرجع، مواصفات الأمن والسلامة، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية، وعدد 8 أحزمة أمان. وبشكل سريع ومختصر جدا للي يبغى يعرف الفرق بينه وبين الجكسار التو السعودي، أول شيء على المستوى الخارجي بوديكات، حساسات طبعا عفوا غسيل أنوار أمامية، الجناح الخلفي مختلف، عندنا حناية العفش، عندنا زيق الكروم الجانبي، الإشارات المراية مختلفة. على المستوى الداخلي كرسي السائق كهربائي، عندنا طبعا إرباقات جانبية، هذه أبرز الاختلافات صراحة. باقي المواصفات هي هي. السعودي يتفوق فقط زي ما ذكرت انه طبعا السعودي يتفوق انه في نافيجيشن وفي شاشه دي في دي، لكن انت تقدر تركبها. طبعا حتى هنا مرايه تعديم داخليه اللي بالسعوديه، اللي بالسعودي التو، احنا نتكلم عن التو، التورنج خلى منه 258 قيمته، هنا توفر لك كم 30,000 من جد، غير الضريبه يعني فرق الضريبه 1500، يعني 31,500 هنا توفر تقريبا. على ايش مثلا؟ على جنط، على داخلي، صحيح ذاك شكله افخم ارقى، لكن هذا ركبت لجنط 20 خلاص وش تبي احلى من كذا. فعموما طبعا برضو طويل المرايات تختلف عن الجكسار 2، صراحه انا اشوفه خيار مناسب. وبالاول الاخير الخيار يرجع لك انت، وش تشوف السياره اللي تناسبك، السياره اللي تعجبك. صراحه كان ودي يكون في جكسار 2 جنبه عشان نقارن بينهم ونعطيكم يعني فرق 4000 مدري 5000 ريال، انت تشوف وش لصالحه تاخذ، وهذا الشيء يرجع لك. طولت عليكم بالتغطيه، اتمنى تكون عجبتكم. وبرضو لا تنسون السياره بالاول الاخير اسمها برايمي سعود بهوان وكيل عمان. السلام عليكم.